ها سالت خالتها ولا سبتها؟ سبتها بتدور، بتقول سامح جاب لها واحد قبل كده فبتنادي على سامح، بس تقريبا سامح في مشوار. يا دي النيلة، طب دخلت كوكي الحمام؟ وانا دخلت مع احتياطي. ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ ده الحمام بايظ، لو عايزه حمام روحي عند خالته. ليه؟ ايه اللي حصل؟ تقريبا كده في ماسوره اتسد. طب وليه ما جبتوش حد يصلحها؟ احنا مش لاقيين حد من الصبح. من الصبح؟ وانت يا استاذ مستني حد يجي يصلح الحمام ولا مستني الحمام يجي يتصلح لوحده؟ هند خشي هاتي لي الشامبو والبلسم بتاعي، ومعجون الاسنان والفرشه. قدامكم ساعه، يا الحمام يتصلح يا اما تمشوا من البيت. لا معلش بقى، انت بتهددينا على اساس ايه؟ على اساس ان انا مش مضطره استحمل جوزك يا هند، مش مضطره استحمل اكل جوزك ولا بتبي جوزك. انت واحده ما عندكيش دم وجوزك زيك. ايه ده يا ولاد؟ انتوا بتتخانقوا وسايبين الباب مفتوح؟ وايه الريحه دي؟ انت ما جبتيش سباك ولا ايه؟ والله يا خالته مش انت بتدوري؟ يا خالته كمان اللي هتدور لكم؟ انا ما لقيتش حد. انت في ايه يا هالة؟ انت متحامله قوي كده ليه؟ في ايه؟ الناس لبعضيها بتساعد بعضيها يعني. خالته النبي هخش اجيب حاجتي وانزل اخد شاور عندكم. تنوري يا حبيبتي، هاتي حاجتك انا هستناك. لا 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 انا مش هستناك. البيت ريحته بنتنه، انتوا مش دريانين مش حاسين؟ هستناها في بيتي. اقفل عشان الريحه. ريحه ايه؟ فرافير قوي.